عجب الله. روحنا ما تغليش على ربي. نعيم ما راح. صحراي باقية معانا. نعيمة 30 سنة وهي تتضارب. نعيمة 30 سنة وهي ياكل فيها السرطان. زي الشفان كوغاشيس. نعيمة توأم روحي. توأم روحي. وتعتني الجبلة تودعني. روحنا ما تغلاش على ربي. روحنا ما تغلاش لا اله الا الله محمد رسول الله. بس انا حبيت نشم رقبتها. حبيت تحطني في رقبتها ونشمها. ما عنديش غيرها يا جماعه الخير. ما عنديش غير هي جسر التواصل الوحيد اللي كان بيني وبين البلاد اللي غنيت عليها. نايمه بعد دقائق من إعلان وفاة الفنانة المحبوبة نعيمة عبابسة، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء لصاحبة اللي باغي يكسي مرته، كما حول الكثير من أصدقاؤنا بروفيلات حساباتهم إلى اللون الأسود وصور نعيمة عبابسة رحمها الله. وذكر أصدقاء وجمهور شيخة البلاد كما كانت تحب أن ينادوها بخصال الفنانة المحبوبة وعشقها الكبير لفنها الأصيل وجمهورها العريض. ونشرت الصديقة المقربة لنعيمة راضية بن شيخ صورة جمعتهما قبل أسبوع، وقالت راضية: منذ أقل من أسبوع كنا في فرح ابن الفنانة حسيبة عبد الرؤوف. أوصلتني بسيارتها إلى البيت وكنا نضحك. وواصلت: تحدثت نعيمة عن الألم في الظهر بطريقتها الهزلية المعروفة عليها، ولم تشتكي من شيء. كما كتبت صورية بعمامة: ستظل ابتسامتك وأغانيك تسكن قلوب محبيك وداعا إلى الأبد. الله يرحمك خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة عبابسة ولكل محبيك. أما نوال زعتر فكتبت: الله يرحمك يا العزيزة، قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده، ربي يجعلك من أهل الجنة، أنت من السابقين ونحن من اللاحقين. من جهتها كتبت أسمى جرمون: الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال يا العزيزة، رب العالم فرائك صعب شحال صعيب، إنا لله وإنا إليه راجعون، ارتحتي نعيمة. راضية منال: ألف رحمة ونور عليك يا غالية. كريمة الصغيرة: لم أجد الكلمات، كانت تعلم بوفاتها، قالت لي: خلاص عشت ما كتب لي ربي، ربي يرحمك ويصبر على فرائد. من جهته كتب الوزير السابق حمراوي حبيب شوقي: إلى جنة النعيم يا نعيمة، اللهم صبر أسرتها وعائلتها الفنية، يذهب معك يا نعيمة جزء من أفراحنا وأعيادنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما عتيقة فكتبت: في المدة الأخيرة فقدنا الكثير من الأصدقاء، ربي يرحمك يا نعيمة يا أختي. وتوفيت الفنانة نعيمة عبابسة عن عمر ناهز 58 عاما بعد معاناة مع المرض. خسرت الساحة الفنية الجزائرية مساء الأحد نعيمة عبابسة، التي تعد من أقدم وأشهر فنانات مختلف الطبوع الغنائية الجزائرية. رحلت الفنانة نعيمة عبابسة عن عمر ناهز 53 عاما نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى انهيار جهازها المناعي، كونها كانت تعاني منذ 25 عاما من مرض سرطان الثدي. ونعيمة هي إحدى شقيقات الفنانة العربية فلة الجزائرية التي نعتها بالدموع وبكلمات مؤثرة عبر فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، ومن المقرر إقامتها في باريس وبلباس أسود. قالت الفنانة فلة الجزائرية: روحنا لا تغلى على الله. رحلت نعيمة لكنها باقية معنا. نعيمة منذ 30 عاما وهي تحارب
السرطان ويأكل في جسدها. نعيمة توأم روحي، ذهبت دون أن تودعني. الروح لا تغلى على الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وتابعت معبرة عن مشاعر حزنها للخسارة الفادحة التي ألمت بعائلة عذبسة الفنية بالجزائر بالقول: أردت أن أضع أنفي على رقبتها وأشم رائحتها، ليس لي غيرها، هي جزء من البلاد التي غنت من أجلها. نعيمة تاحت. نعيمة في جنة الرحمن، ذهبت للحج 3 مرات وكنت معها في إحداها. نعيمة ذهبت إلى عالم أحسن من هذا. ومنذ السبت تداول الجزائريون عبر منصات التواصل الاجتماعي منشور للشقيقة الثانية للفنانة الراحلة نعيمة، وهي الفنانة عايدة، حيث دعت فيها الجزائريين إلى الدعاء لها بعد تدهور وضعها الصحي نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وكشفت عن دخولها غرفة الإنعاش. قالت عايدة عبابسة في منشورها: أتمنى لك الشفاء العاجل، أنت أختي الصغيرة وأحب واحدة إلينا، ربنا يقومك بالسلامة، قلبي يتمزق عليك، أرجوكم أدعو لها يا رب جيب العوائب سليمة. وأدخلت الفنانة نعيمة عبابسة منذ أسبوع إلى إحدى مستشفيات العاصمة الجزائرية بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا، قبل أن يتم نقلها إلى العناية المركزة يوم السبت بعد مضاعفات في جهازها التنفسي دخلت على أثره في غيبوبة، فيما أكد مقربون منها لوسائل إعلام محلية بأن جهازها المناعي لم يتحمل الإصابة بالفيروس الذي كان ضعيفا أصلا منذ 25 عاما جراء معاناتها من مرض سرطان الثدي. الفنانة الراحلة نعيمة هي الشقيقة الصغرى في واحدة من أشهر العائلات الفنية بالجزائر، وهي عائلة عبابسة التي ورثت الفن الجزائري عن والدهم الراحل عبد الحميد عبابسة الذي كان من أعمدة الفن البدوي الجزائري الأصيل، واشتهر بأغنية حيزية، وكان أيضا من مناضلي الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. تنحدر الفنانة الراحلة من منطقة بريكا التابعة لولاية بتنة شرق الجزائر، وهي المدينة التي تسكنها أغلب عربية في منطقة الشاويه الأمزيغ، وهو ما جعلها واحدة من أشهر الفنانات المتنوعات في الجزائر